مرة تانية بنرحب بحضراتكم في البيت الكبير. واحد من الشخصيات الكروية المتميزة جدا كلاعب ومدير فني، جمع بين الموهبة والأخلاق، عشان كده استحق احترام الجميع. مع انه مش منتمي لنادي يعتبر جماهيري قوي او شعبي، لكن عنده جمهور عريض بيحبه وبيحترمه. النهارده منورنا الكابتن مجدي عبد العاطي، نجم انبي السابق والمنتخب الوطني، والحقيقه هو واحد من المهاجمين ايضا المتميزين اللي بنوا تاريخ واسم فريق انبي. انا برحب بيه ومنورنا في البيت الكبير. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي، واهلا بالكابتن هاني. طبعا سعيد جدا ان انا موجود معاك والله. لا انت اللي مشرفنا مجدي طبعا، ويمكن من خلال المقدمه اللي عليتها سهام، انت من المهاجمين المميزين جدا وكمان على مستوى التدريب ما شاء الله. خلينا اخش على طول معاك في السؤال، لان السؤال ده انا كنت عايز اساله لك من زمان. طبعا انت كان ليك دور ودور ايجابي جدا في تكوين او الشكل الهيكل لفريق اسوان. ما ندمتش انك استعجلت شويه في موضوع الاستقاله ده مجدي؟ والله بقول الحمد لله في البدايه، وببارك لجمهور اسوان والمجلس اداره وكل وكابتن احمد كشري على البقاء. لكن انا يعني قرار كنت متخذه، ان الظروف اللي انا كنت فيها كانت صعبه جدا وما كنتش اقدر استحملها، وضغط اللعيبه عليا هو اللي خلاني اخد القرار ده. ممكن الواحد ممكن يكون تسرع شويه في القرار، لكن ما ندمتش، لان هو ده قضاء ربنا في الاول وفي الاخر. لكن سعادتي ببقاء الفريق يعني تجاوزت الندم على القرار، يعني لان ده كان رهان في البدايه من مجلس اداره ومن انا شخصيا على مجموعه اللعيبه دي، والحمد لله كانوا قد المسؤوليه. مجلس الاداره كمان بارك لك، انا بتابع على السوشيال ميديا، كان كمان مجلس الاداره كان مقيم تجربتك بشكل كبير جدا، حتى بعد البقاء كان بينزلوا بوست وقالوا كمان ده كان شغل الكابتن مجدي عبد العاطي. عشان كده كان في استغراب. لا هو استغراب من فكره رحيلك عن اسوان. دي حقيقه. انا بقول لحضرتك يعني الحقيقه، اول ما خلصت مباراه حرس الحدود لقيت كم تليفونات من اللعيبه ومن جهاز فني ومن اعضاء مجلس اداره، والله ده اسعدني جدا جدا وحسسني الحمد لله ان يعني تعب الواحد برده ما راحش، لكن كابتن كشري جه وكمل وببارك له من خلالكم، عمل راوند تاني هايل. لكن برده في النهايه الناس برده يعني كافئت الواحد بالكلام ده، وحسست الواحد الحمد لله ان تعبه برده ما راحش، وبقاء اسوان كان هو الهدف الاساسي من بدايه الموسم. يعني ده صحيح. طيب صحيح. ندخل بقى في الجد. اتفضل. الجد اللي كلنا بعد المقدمه اللي حضرتك قلتيها دي انا قلقان. لا ليه بس؟ احنا كلنا يعني كلنا امال على انه الفريق ده ان شاء الله فريقنا باذن الله يحقق البطوله في النهايه. بس عايز اعرف كده اهم ملاحظاتك، اكيد تابعت ماتش الاهلي والوداد او الوداد والاهلي. في البدايه ببارك طبعا النادي الاهلي، وده العهد يعني اللي عهدناه على لعيبه النادي الاهلي وجمهوره عهدوا منه خلال المباريات الكبيره. مباراه الوداد كانت مباراه كبيره جدا في كل المقاييس، يعني رقميا وفنيا وكل شيء كان متميز فيها النادي الاهلي. يمكن انا تابعت حتى بعد المباراه تحليل المباراه والتحليل حتى الرقمي. الاهلي تسيد المباراه من بدايه، حتى من الدقيقه من قبل الجول لحد نهايه المباراه، في ظروف برضو عشان نبقى واقعيين، في ظروف ساعدت النادي الاهلي على ده، الظروف اللي مر بيها نادي الوداد وبعض الاصابات وبعض التغييرات في اماكن بعض اللعيبه ساعدت النادي الاهلي. لكن في الاول والنادي الاهلي فرض اسلوبه من البدايه، ومستر موسيماني شخصيته ابتدت ملامحها تظهر على النادي الاهلي من خلال المباريات الكبيره، وده ادى النادي الاهلي يكسب بره ملعبه وفرقه كبيره زي الوداد 2-0 ويامن، ولو بخطوه كبيره جدا وجوده في المباراه النهائيه، وده ان شاء الله اللي بنامله وكنا بنتمناه من البدايه، ان يبقى النهائي مصري خالص الاهلي والزمالك. اعتقد ان احنا الفرقتين خدوا شوط كويس جدا بالنسبه للمباراه النهائيه. تشكيل النادي الاهلي من البدايه، طريقه لعبه، اللمسه اللي انا بتكلم عليها كابتن هاني، حضرتك مدرب كبير وعارف ان انت من بعد 3-4 مباريات بتبتدي تحس بلمسه المدرب على اداء التيم. ده ظهر على مستر موسيماني من مباراه نقول بيراميدز، ان ازاي يقدر يحول طريقه اللعب او يغير من الشكل والاداء اللي كان بيأديه مستر فايلر للشكل ده، وطريقه اللعب اللي هو البيلد اب من تحت، ان انت ازاي تبني كوره وتطلع بالكوره بباص سليم وما يبقاش فيه تشتيت كتير، ما يبقاش فيه كوره طوليه. برضو ربط الاجنحه مع الباكين، الدور العبقري اللي انا بشوف ان هو ده الملموس بشكل كبير جدا بالنسبه لنا على مجدي قفشه
في وجوده في مركز 10 وابتدى تبان. انت دربت قفشه في انبي ولا كان لسه؟ لا لا كان لسه صغير. انا لما جيت كان هو لسه مش موجود. وحتى لما لعب بعد كده ومشي ما كنتش انا موجود يعني. لكن بدايه تالق مجدي قفشه مع موسيماني بشوف ان هو واضح جدا من خلال تحركاته، من خلال الفراغات اللي بيلاقيها في الملعب، من خلال الاوردرات اللي بتبقى واخدها اعتقد من المدير الفني، ازاي يقدر يبقى موجود في المكان ده في التايم ده، وازاي يقدر يستلم في المكان ده. انا بتكلم على نقطه انت بتتكلم فيها مهمه جدا، وجود مجدي قفشه في الهدف نفسه ده بيدل ان كان في حاجه متدرب عليها، انه بيضغط على السرد باك الثاني. ده اعتقد كان النادي الاهلي اللي بيلعب بطريقته العاديه 4-2-3-1، لكن مجدي قفشه في وقت الضغط بتتحول ل 4-4-1-1 او 4-4-2 في حاله الضغط. مجدي قفشه في وقت الضغط ده كاننا بنلعب 4-4-2 او النادي الاهلي بيلعب 4-4-2، فكان هو الفرود الثاني اللي بيضغط على الراجل الحامل، بيضغط على سرد باك بالظبط، ولو كره راحت للسرد باك الثاني هو اللي بيتحرك. هي دي اللقطه اللي جت فيها الخطا اللي حصل. على فكره الخطا ده لو حصل ويمكن مجدي قفشه متأخر شوية 5 متر ورا ما كانش هيلحق الكوره بالظبط، وكان ضغطه كان ممكن يعدي يحيى جبران، يعدل نفسه وياخد الكوره تاني. لكن وجوده في المكان ده في الوقت ده شغل مدرب. وانا كنت شايف كمان ان فكره ان لاعب النادي الاهلي في ان هو يسيب الاستحواذ او يسيب نادي الوداد يلعب من يعني من تحت زي ما هو عايز وابتدي يحضر نفسه لمكان او لطريقه ضغط معينه، هو ده كان الطريقه الانسب بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ونجحت وقدر يخطف بيها. والجول ده أمن بشكل كبير جدا فوز النادي الأهلي في المباراة دي، وكمان وقع النادي الوداد نفسيا مع ضياع ضربة الجزاء. كل دي عوامل ساعدت بشكل كبير جدا النادي الأهلي يظهر بالشكل ده. طيب مهم أن موسيماني يعني في ماتش العودة يعتمد على نفس التشكيل ولا لا؟ النهاردة كان عندنا خبر عن كهربا أنه خلاص يعني إن شاء الله ممكن يلحق بمباراة العودة، شايف أنه يعتمد على التشكيل ده ولا يعتمد بقى يعني على عناصر جديدة ممكن يدخلها في النص زي كهربا وغيره أنسب حاجة بالنسبة لنا يعني لو أنا مدير فني إن التشكيل اللي أنا بدأت بيه هو اللي أبتدي بيه برضو المباراة دي، لو في لا قدر الله إصابات، لو في إجهاد، لو في أي حاجة بالنسبة لنا كحد يعني عايش مع التيم وشايف إن مين الأنسب بالنسبة لي. لكن إن الأنسب والكورة بتقول إن لازم أبتدي بنفس التشكيل، ممكن الكلام ده يفرق في التغييرات بتاعتي. يعني يمكن التغييرات كانت هناك برضو أعتقد إن هي كانت برضو يعني تغييرات، أعتقد تغييرات موفقة في وجهة نظري. كان ممكن وليد مكان أحمد شيخ دي وجهة يعني نظري، مكان أحمد شيخ أو جيرارد يعني جيرارد ممكن برضه. الوقت ده كان وقت بالزبط. أعتقد أنه وقت وليد سليمان بالزبط. وأعتقد أنه كان بيجهزه بس كان الوقت انتهى يعني مزبوط. لكن وقت ده كان وقت وليد سليمان كان يقدر يسحب لك الفرقة بشكل كويس قوي، يقدر يشتغل على السرعات على الكاونتر أتاك بشكل مميز جدا، وعنده الفينشنج كويس وعنده كل حاجة، الخبرات الدولية والخبرات المباريات الكبيرة دي، كل دي تفرق في المباراة الثانية في أن دي تبقى تغييرات بالنسبة لي أو مفاتيح لعب قادر استخدمها تبقى زياده بالنسبه لي في الاوبشن بتاع التغييرات. طب سؤال معلش سام، سؤال فني برضه، عشان انت قلت هتبدا بنفس التشكيل، ما عندكش تفكير انه ممكن مثلا يريح مروان شويه ويبقى ورقه معاه وينزل ببادجي في المباراه ديت على اساس هو عنصر جديد، يعني عنصر جديد على السرد باكين اللي هيلعبوا عليه؟ تمام. بيبقى ممكن انه يبقى مروان ورقه معاك والعكس يعني، ولا انت تفضل اللي هو نفس ال11 اللي بداوا هم اللي يبداوا؟ يعني فكره برضه كابتن هاني، بس انا بقول لحضرتك ايه فكره التعايش. يعني انا شايف مثلا ان مروان ممكن يكون اجهد من المباراه دي، او ممكن يبقى بادجي مثلا طريقه لعبه مغايره او مش معروفه بالنسبه لخط ظهر الوداد اللي ممكن برضه يتغير في المباراه دي طبيعي. فممكن يبقى ورقه العب بيها يعني ورقه جديده اقدر استغلها. لكن انا بشوف ان الاساس بالنسبه لي لازم ابدا بنفس التشكيل اللي كسبت بيه، وبرده الفرق بين المباراتين مش كبير اقدر برضو ان انا في النهايه انا خدت خطوه للمباراه النهائيه عايز احافظ عليها. ممكن ما يفرقش بالنسبه لي قوي ان انا اكسب او اتعادل، لكن الموضوع بالنسبه لي ان انا اخرج لبر الامان بالمباراه دي، ان انا اوصل للمباراه النهائيه. لان برضو النقطه اللي لازم او اعتقد كمان مستر موسيماني يتكلم عليها في ان فرقة الوداد، فرقة الرجاء، فرقة الترجي، فرقة النجم الساحلي، فرقة شمال افريقيا بالذات بتلعب بره ارضها احسن من على ارضها كمان. عشان كده عايز اسالك النهارده يعني بعد المباراه والاداء الجيد للنادي الاهلي في ارض الوداد او في ارض المغرب، حسينا النهارده ان في كده ايه يعني نوع من الراحه، في ناس مطمنه. مش بتكلم على فريقنا، بتكلم على يعني بعض من الناس وبعض المشجعين والجمهور.
في حاله كده من الرضا ان خلاص اطمنا، ان خلاص الماتش الممكن اللي جاي يكون تحصيل حاصل. انت شايف الرضا ده؟ انا عايز اتكلم في الرضا طبيعي بالنسبه للجمهور، لان مكسب كبير جدا وبره ملعبنا، لكن برضو في عوامل، واعتقد ان المدير الفني لازم يكون متكلم في فيها. في ناس بتتكلم عن النهائي دلوقتي، من دلوقتي يعني، في ناس ده كلام مش سليم يعني. وده كلام ممكن يكون كلام جمهور، كلام محبين، كلام مشجعين. أيوة. وشايفين ان النادي الاهلي لما يكسب اتنين بره صعب ان هو يخسر، ونادي الزمالك كذلك، لكن المدرب لا يمكن يكون كده، اللعيبه ممكن لا يمكن تكون كده. لكن انا شفت حتى لقطه ان موسيماني اصر على اللعيبه كلها بعد المباراه كلهم يتفرجوا على المباراه تاني، عشان كل لعيب يقف على اخطائه. دي حاجه كويسه صحيح، وعنده ايمان ان هو الاهلي لم يتاهل بعد، ويمكن ضرب لهم المثال بتاع برشلونه وليفربول. في حاجات كمان اللي قلت لحضرتك، الظروف ساعدت برضو النادي الاهلي فيها. غياب الجمهور على الوداد والرجاء مؤثر كبير جدا على اداء اللعيبه. الفرق دي وفرق شمال افريقيا بالذات، كابتن هاني طبعا عاشر المواضيع دي وعارف، 40 50% من اداء الفرقه دي جمهورها. فغياب الجمهور وحالات الاصابات والظروف اللي كان بيمر بيها نادي الوداد، لو اتعدلت في مباراه العوده المباراه هتبقى صعبه جدا. وبرده فكره ان هم بيلعبوا بره ارضهم افضل كمان من على ملعبهم، ده مؤشر برده. بس روح الاهلي كانت حاضره طبعا، جدا جدا جدا. اول مره اشوف كابتن هاني من فتره كبيره لعيبه النادي الاهلي فريش بالشكل ده في الملعب. صح. كلهم بيتحركوا بخفه جدا، عندهم ثقه ومفيش خوف. وفكره كمان ان انت بتلعب بره ملعبك وتقدر تستحوذ على الكره وتطلع بالكره من تحت ومن باص، ده بيدي مؤشر سلبي للفرقه الثانيه. الفرقه دي مش خايفه مني، الفرقه دي كبيره. دي عوامل كلها في الكوره بتاثر سلبي على الفرقه الثانيه، وبتديك انت باور وبوش كبير جدا جوه الجيم. والكابتن مجدي عبد العاطي نجم ابنبي ومنتخب مصر، كابتن مجدي كنا بنتكلم اثناء التقرير على الاستعدادات او التحضير، وده شيء مهم جدا في وانت عارف طبعا مدرب كبير، التحضير لعمليه المباراه على المستوى الفني وعلى المستوى البدني، وخاصة المستوى البدني كان مميز جدا جدا النادي الاهلي، اكيد انت لاحظته طبعا. اشرح لنا ايه عوامل تفوق النادي الاهلي على المستوى البدني على فريق الوداد. هرجع كابتن، المستوى البدني ده اللي وصل له النادي الاهلي من خلال ايه؟ من خلال مباراة الدوري المصري. عودة الدوري من الاساس، بالرغم ان انا كنت واحد من الناس شايفها صعبه جدا، لكن فعلا بنشكر كل اجهزه الدوله. كنت معترض على القرار؟ ممكن لا، ما كنتش معترض، بس كنت شايفه صعب جدا، شايف رجوعه صعب جدا. لكن اصرار الدوله وكل المؤسسات في ان الدوري يرجع تاني كان قرار سليم جدا، وصل النادي الاهلي ونادي الزمالك دلوقتي ان تشوف الرجاء وبنشوف الوداد في اخر مباراه مش قادرين في حقيقه يقفوا على رجليهم. النادي الاهلي ونادي الزمالك فايقين جدا ما شاء الله في الناحيه البدنيه، وده اللي خلى العامل البدني يتفوق مع الجانب الفني اللي بيشتغل عليه المدير الفني ان هو يوصله لده. انت عارف يا كابتن هاني طبعا، انت كل تعليماتك الفنيه لما بتوصلها للعيبه لو ما عندوش مخزون بدني مش هيقدر ينفذها. فالاستعداد البدني الجيد جدا، وفكره ان انت لاعب الدور كامل حوالي 16 مباراه، فريق الرجاء والوداد لاعبين 8 مباريات، فانت لاعب ضعف المباريات بتاعتهم، ده وصل الحاله البدنيه عند النادي الاهلي ونادي الزمالك لمستوى عالي جدا، خلاهم يبانوا بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه. على كلامك كابتن مجدي كمان، اعتقد ان حسم من الدوري بفتره طويله للنادي الاهلي قبل طبعًا نهايه الدوري بسبع اسابيع، ادت فتره زمنيه تحضيريه بشكل افضل، لان الوداد قبليها باسبوع كان عنده مباراه قويه جدا. ده على النقيض برضو كمان يا كابتن، النادي الاهلي مفنش قبل الدوري بسبع اسابيع البطوله، الوداد خسران البطوله في الدقيقه 92 فكل دي في اخر مباراه. كل دي عوامل نفسيه ايجابيه وسلبيه على الناحيتين، ادت لتفوق النادي الاهلي بالشكل ده، وده برضو اللي هيميز النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه الثانيه ويخليه يقدر يعمل نتيجه برضو ايجابيه. انت كنت عندك بلان مثلا، ده وجهه نظر انا بشوف، ان انت كنت عامل بلان مثلا ان انت تضغط من نص ملعبك او تستنى أو تجميع الكوره في حته معينه، لما يبقى فيه خطا بيبتدي الانتشار والضغط بالشكل اللي احنا شفناه ده، ممكن من هنا تبتدي تعمل الضغط من قدام من فوق. عندهم كمان اخطاء في خط الظهر وفي الباكين في عمليه بدايه. يعني تقصد ان 2-0 دي كمان جراءه انك بالزبط تبدا المباراه كده، انك بالزبط ما عندكش بقى مشكله ان يجي فيك جون، يعني بالزبط اكيد هتبقى حريص، لكن بدايه الضغط من قدام او الضغط العالي ممكن تطبقه. ده ممكن كمان المباراة تعمل اخطاء بالنسبه لفريق الوداد وتعمل ارتباك، على انه ممكن تخيل ان انت الطريقه اللي كسبت بيها ممكن تلعب بيها هنا، تغيير الطريقه او تغيير السيستم اللعب ان انت تحول او ترحل الضغط اللي كان متر لقدام شويه، ده ممكن يعمل لهم ارتباك. وكمان انت بتقدر تستغل ده، النادي الاهلي عنده ميزه كبيره جدا ان هو
في معظم ماتشات الدوري يا كابتن، لو لاحظت ان دايما النادي الاهلي لما بيضغط على فرقه ويقدر يقطع الكوره بيقدر يسلم في اماكن يعني صعبه جدا بالنسبه للفريق الثاني، او خروج اللعيبه من اماكنها في وقت الضغط بيخلي لك سهوله في ان انت تسجل في اي فرقه. ده اللي بشوف ان هو ممكن لو كمان نفذه مصر موسيماني في المباراه الثانيه ممكن يكسب، لان النادي الاهلي برده بالرغم ان هو كسب وكسب مكسب كبير جدا على فرقه كبيره جدا، لكن كان ممكن يكسب اكتر من كده لو كان في تركيز. ونعتقد ان هو برده المدير الفني يتكلم مع اللعيبه ده ان كان ممكن يعمل نتيجه تاريخيه 3 و4 و5 ممكن يعمل ده النهارده في يوم الجمعه الجاي. اه ليه لا طبعا، انت لو بتلعب فرقه الوداد دي وقدرت تجيب فيها جول برضو زي المباراه الاولانيه في اول 4 5 دقائق، لا ممكن الموضوع يفتح بالنسبه لك، لان خلاص انت كده حطيت رجلك خلاص في المباراه النهائيه. طيب احنا معانا على التليفون كابتن وليد صلاح الدين في مداخله في البيت الكبير. اهلا بيك يا كابتن وليد. استاذه سهام اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا كابتن. تحياتي للكابتن هاني رمزي كابتننا الكبير. حبيبي يا وليد اهلا بيك منورنا. كابتن مجدي عبد العاطي، ازيك يا كابتن مجدي؟ كابتن وليد عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان والله. الله يخليك كابتن. كابتن وليد، النهارده لما بنيجي نتكلم عن المقوله التاريخيه بتاعه الاهلي بمن حضر، يمكن ده شفناه في ماتش الاهلي والوداد في الذهاب، لما النهارده انت عندك اصابات كتيره، ما يعني لعبت بالمتاح عندك، ومع ذلك روح الفانيلا وشخصيه النادي الاهلي كانت حاضره بشكل كبير قوي. تعليق حضرتك ايه على المقوله دي واللي احنا شفناه في الملعب اللي بيأكدها؟ يعني احنا متعودين عليها على مدار التاريخ. لعبنا في اجيال مختلفه، حتى الاجيال اللي قبلينا. انا شخصيا عاصرت مواقف كتير جدا بتاكد على ان الاهلي بمن حضر. يعني مواقف كتير، يعني مش عايز اذكر حاجات كتير، لكن حصل مواقف قدامنا كتير قوي في كل البطولات. والاهلي يعني مره من المرات مثلا كنا بنلعب نهائي البطوله العربيه وفيليكس ابواجي كان نجم منتخب غانا، كان الكابتن حسام حسن مصاب وفيليكس اتاخر في الرجوع. كابتن صالح سليم قرر انه فيليكس ما يلعبش المباراه النهائيه ومش مهم نخسر البطوله، البطوله كانت على ملعبنا وحضور الريس وحضور كل القيادات السياسيه، ومع ذلك هو النادي الاهلي بيشتغل بالمبادئ وبالقيم بتاعته. فكلنا حتى الناس كلها بقت قاعده تقول للكابتن صالح يا كابتن ده البطوله عندنا وده احنا كده هنخسر اللقب، مش مهم، المهم ان احنا نحافظ على المبادئ بتاعتنا. ففيليكس ما لعبش وبالفعل لعبنا وكان الاهلي بمن حضر، لدرجه ان انا فاكر يوميها كان الكابتن رضا عبد العال بيلعب راس حربه وانا نزلت بداله راس حربه، يعني ولا انا ولا هو وانتوا ما شاء الله يعني في راس الحربه يعني ستايل ستايل الكابتن وليد جامد جدا في راس الحربه. يعني انت عارف بقى كابتن مجدي كل الكور العاليه مش عايز اقول لك. لا وهجام ومحط. لا وليد طبعا مباراه كلنا كنا سعداء بيها بصراحه، وخلينا نتكلم بكل امانه. كنت يعني او سؤال ليك، كنت تتوقع هذا الاداء وهذه النتيجه للنادي الاهلي في المباراه دي؟ ده سؤال. والسؤال اللي يمكن كمان عايز اطرحه عليك، ان فكره انك كنت ممكن تلعب، او كان في اراء بتقول ان موسيماني ممكن يلعب بثلاثه في نص الملعب او ثلاثه اذا كان بيتكلم على ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي، انت كنت تتوقع كده وكان ممكن يبدا بثلاثي وسط الملعب؟ رقم واحد انا كنت متوقع الاداء، كنت متوقعه مش متوقع النتيجه، لكن متوقع الاداء، وقلت الكلام ده في الاستوديو الحمد لله متسجل صوت وصوره قبلها بثلاث اربع ايام يوم مباراه الاهلي وبيراميدز. حتى الاستاذ عادل الضيعي والكابتن ابراهيم المنيسي الاثنين زعوها، فانا قلت ان انا مطمن جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي قدم كوره حلوه قوي قدام بيراميدز. النادي الاهلي لو بيحلم بسيناريو ان انت تكون ناقص لاعب وان انت تلعب جيم مضغوط وان بيراميدز يضغطوا عليك في كل الملعب، والاهلي بالحاله دي حتى اشدت تحديدا بقفشه وديانج وقلت ان دول من نجوم المباراه ومحمد هاني، والحمد لله كنت متوقع الاداء ده. لكن النتيجه طبعا النتيجه يعني النتيجه كبيره، وشخصيه الاهلي باينه في الملعب وانت بتضغط بطول الملعب، حاجه جميله جدا ما شفناهاش بقالنا سنين. كمان بتبتدي الهجمه من تحت من عند الشناوي، ما عندكش اي مشكله خالص انك تبتدي من السردباكين، فكل دي حاجات تبين شخصيه النادي الاهلي.
طبعا بصراحه ساعد على كده الحمد لله ان عدم وجود الجمهور، انت عارف الجماهير في المغرب وبيبقى في شراسه. لسه الكابتن مجدي طبعا يعني لسه بيتكلم عن النقطه ديت، كان يعني جزء من التفوق النادي الاهلي، هنقول جزء صغير، لكن شخصيه النادي الاهلي كانت واضحه جدا، لكن طبعا تاثير غياب الجماهير خاصه في المغرب بيكون له تاثير واضح يعني. اكيد اكيد، يعني انا عايز اقول لك ان الحمد لله النادي الاهلي اجهز فرقه في الاربعه، يعني الوداد والرجاء جايين من ماراثون طويل جدا في الدوري المغربي، صراحه عندهم ظروف صعبه جدا. نادي الزمالك كمان عنده غيابات وبرده جاي من ماراثون وداخل في مباراه وحدد المركز الثاني مع بيراميدز، يعني تحس ان برضو النادي الاهلي، ودي ميزه انك تاخد الدوري بدري. لما خدنا الدوري بدري احنا نفسيتنا اهدى، كست في البطوله بالظبط ما شاء الله. يعني يا كابتن وليد ما شاء الله ربنا يكملها على خير. لمست ان شاء الله يا رب، ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله ان شاء الله كمان النهائي يبقى مصري، وان شاء الله البطوله تبقى للاهلي باذن الله. اهم حاجه البطوله تبقى في الاهلي. لمسات موسيماني كانت واضحه، التشكيله اللي هيلعب بيها تتوقع ان هي يعني هيثبتها موسيماني ولا هيكون فيها تغيير؟ شايف ازاي؟ شايفها ازاي؟ هيثبتها مليون في الميه، يعني انا نفس التشكيل ده بتاع الذهاب انا قلته، باستثناء بس كنت متوقع ان بادجي اللي يبتدي المباراه اللي هناك، حتى قلت في العوده مروان اللي هيلعب، لان هو الراجل بيحب الكره اللي على الارض، بيحب اللعيبه اللي تبتدي هجمه كويسه، فاظن ان التشكيل هيبقى ثابت، ما اظنش ان في اي حد هيتغير، يعني نفس التشكيله بالظبط اللي ابتدت مباراه الوداد ان شاء الله هي اللي تكون موجوده. ان شاء الله كابتن وليد، وان شاء الله كمان مهم جدا ان شاء الله كمان كهربا يخش القائمه بشكل جيد، ممكن يكون ليه دور ودور ايجابي جدا، اعتقد ممكن يكون في دور للكابتن وليد سليمان برضو في المباراه، على حسب طبعا النتيجه وعلى حسب الرؤيه الفنيه. فان شاء الله كل اللي نتمناه باذن الله تاكيد ان شاء الله يوم الجمعه يكون تاكيد ان شاء الله للوصول للمباراه النهائيه. كابتن وليد شكرا جزيلا. يا رب ان شاء الله باذن الله، والنادي الاهلي قادر على انه يلعب جيم حلو قوي ونكسب مكسب كويس كمان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن وليد بنشكرك شكرا جزيلا. اتكلم على مروان، وكنت عايز اسالك فعلا عن مروان، انت بصفتك من انا في اعتقادي يعني من افضل رؤوس الحربه اللي جت بجد، يعني انا شفتك بتلعب ما شاء الله، يعني عندك بتلعب كور عاليه، محطه كويسه، عندك سرعات كمان، النسبه التهديفيه بتجيب يعني من اجوان من فرص قليله. تقول لي المرحله اللي مر بيها مروان في فترات وعودته تاني بشكل اكتر من رائع من خلال حتى اخر مباراه الدوري وكمان اداؤه في مباراه الوداد، شايفه ازاي؟ يعني هقول برضو حاجه ممكن يعني كتير من المشاهدين ما كانواش يعرفوها، انا ليا موقف مع مروان شخصي، يعني ان انا اول ما مسكنا بتروجيت مع الكابتن المختار كان مروان لسه راجع من الاولمبياد وكان اصيب بالفيروس اللي جاله ده وكان لسه بيتعالج وربنا كرمه ورجع، فكان رجوعه كان صعب جدا. يعني كابتن المختار وانا يعني تعبنا معاه جدا عشان يرجع لمستواه، ويمكن انا ربنا كان جعلني سبب في ان انا اسهل له موضوع احترافه في البرتغال. لما رجع بعدها رجع على النادي الاسماعيلي وبعد كده النادي الاهلي، رغم من اللعيبه كويسه جدا، عنده كل الامكانيات، بيلعب بدماغه كويس، محطه، بيلعب برجليه الاثنين، شوتنج كويس، بيتحرك بشكل كويس جدا، بيساعد زمايله في الفراغات اللي بيقدر يخلقها في ظهره من خلال تحركاته ونزوله او تحركه على الاجناب، بتصادفه ساعات سوء توفيق، بيصادفه ساعات فرص بتضيع منه بشكل ناس بتشوفها سهله واحيانا برضو بتبقى سهله، لكن انت بتقيس الفرود كمجمل مش ك يعني كارقام بس. مروان له دور مهم جدا، اعتقد زي ما قال كده كابتن وليد، يعني فكره ان المدير الفني عنده امل فيه كبير جدا ومتوسم فيه خير وبيديله الفرصه، ان مروان من نوعيه اللعيبه اللي المدربين دي بتحبها، التحركات بتاعته، وقوفه على الكوره او خلقه المساحات لزمايله، بيلعب كمان يعني الكوره بتاعته مش يعني عاليه، بيقدر يسلم ويستلم بشكل سهل. كل ده مدي فرصه او الادفانتج لمروان ان هو يبقى موجود مع
موسيماني. دي الحاجات اللي رجحت كفه مروان عن بادجي في المباراه الاولانيه، واعتقد برضو ان هو هيبقى الاساس بالنسبه له في المباراه الثانيه. مجرد ما بتفتح مع مروان ويبتدي يبقى في تسجيله كابتن الثقه، يعني انت ما تشوفه حتى لما الفرق نفسه لما بيروح كتير وبيضيع او مجرد ان هو بيجيب جول. انت اكيد مر عليك الكلام دوت يعني فتره من فترات كان عندك. انا كان عندي مشكله كابتن هاني اصلا وانا بلعب، كان معايا عمرو زكي وكان معايا عبد الحميد حسن كان معايا سيد عبد النعيم، كل دول الفراوده مستنيين كابتن طه الماتش اللي لعبه ما جيبش جول، الماتش اللي بعديه اقعد. فهو كان كان يعني فانت تحت ضغط على طول على طول. كنت بتحبط ولا كنت بتتعامل؟ هو كان بيديني دايما سبورت كابتن طه وكابتن يحيى الله يرحمهم، وكانوا دايما ده بيدي اللود على الواحد ان انت لازم تبقى مركز مليون في المية مليون في المية. الفرصة اللي تجيلك هي دي اخر فرصة في المباراة فلازم تسجلها. كنت متوقع انه يدفع بمروان في الماتش ده؟ الحقيقة مش بادجي لانه بقى لي قدرات خاصة طويلة. هقول لحضرتك الحاجة، انا من اول ما جه مستر موسيماني وانا انا عارف ان هو هيعتمد على مروان، لان برضو بادجي لعيب كويس لكن برضو كورته قليلة شوية عن مروان. اللعيب المدرب اللي بيحب لعيبه الكوره يفضل مروان عن بادجي ايا كانت الكلام او الاقوال اللي بتقال حوالين مروان يا كابتن هاني، لكن في التمرين. لكن لا بيشوف التمرين وفي نفس الوقت لا يمكن انا وانت وابراهيم وكل دول المدربين الفنيين يجوا يجتمعوا على مروان حتى ويبقى مروان حتى مدربين الاجانب انا بتكلم على كده، انا بتكلم يعني بسمي مسميات بس لكن مع اختلاف حتى الجنسيات المدربين اللي بتيجي بتدي مروان. مش معقول الناس دي كلها ما يعني سوري ما بتفهمش، والجمهور اللي يعني اللي في بعض الاوقات بيبقى زعلان من مروان شايف احسن. الناس المتعايشه مع اللعيب والناس اللي موجوده معاه كل يوم في التمرين بتشوف اداؤه عامل ازاي، ممكن يكون في بدلك في المباريات لكن مش هو مش شايفه صح زي فايلر وزي موسيماني دلوقتي. الناس بتعول عليه يمكن الجمهور الجمهور اساسا بيبقى بيتعامل بالقطعه شويه يعني عايز زي ما انت قلت بيتعامل مباراه باي مباراه مش بمجمل اعماله بالزبط. يعني لكن الناس عندها امال يمكن في مروان، علشان كده في بعض الاحيان بنشوف العتاب ده على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني دي حقيقه بس انا بتكلم في نقطه ان مروان بقى له فتره كبيره هو فرود منتخب مصر وفرود النادي الاهلي، ودي حاجه مش سهله جدا. وكابتن هاني يعرف يمكن انا ما صادفنيش الحظ ان العب في نادي جماهيري، لكن اللعب تحت ضغط جمهور واللعب بتيشيرت النادي الاهلي بالذات لا ده حمل كبير جدا جدا جدا. في لعيبه كتير ما بتحملوش، بنشوف اكم من صفقات في انديه غير جماهيريه بتيجي النادي الاهلي بتيجي نادي الزمالك ما بتاديش بنفس الشكل، لان فكره النادي الجماهيري وفكره النادي الاهلي ونادي الزمالك بالذات في مصر وفي افريقيا لا لهم حمل كبير جدا 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 جدا. لكن في النهايه مروان مجرد ما بيفوق وبيرجع ويجيب جول بتلاقيه بعدها الماتش اللي بعدها جول جولين، الموضوع كله بيبقى بس فكره ان الواحد يعدي مرحله البدلك دي يا كابتن هاني. طبيعي، وانت اكيد مريت بيها وعديت عليها. هضيف على كلامك بلس كمان السوشيال ميديا والاجواء بتاعت السوشيال ميديا والضغوط المستجدات دي يا كابتن. ضغط كبير جدا، ما بتضغطش على اللعيب بس ده بتضغط على اسرته كمان. يعني للأسف. كل الناس بتشوف الكلام ده، وانت لو لعيب متزوج او عنده اخواته واهله بيبقوا ده بيدي بيعمل لود وبيعمل حمل كمان على اللعيب، ممكن يشتته او يخرجه بره تركيزه المطلوب. مش بقول ان في لعيبه كتير بتقدر تخرج من ده، لكن المنتاليتي بتاعه اللعيبه المصريه واللعيبه في افريقيا بشكل عام لا بتركز مع الحاجات دي جدا وبتشوفها، بتبقى محتاجه كمان يعني المدير الفني يبقى معالج نفسي بالنسبه للعيبه دي عشان يقدر يوصل له الحاجات او يقدر يؤدي له الدور اللي هو بيطلبه منه بعيدا عن الاجواء اللي ممكن تعكر صف الحاجات دي. الهجوم في بعض الأحيان بيسبب تشتيت والشائعات كمان طبعا. والنهاردة يمكن حتى في الانترو كنا بنتكلم عن الشناوي والإشاعات اللي محوطة النهاردة عن الانذار عن الانذار الأصفر، والنهاردة عنده آخر فرصة في المباراة دي أنه لو حصل عليه هيتم طرده. فطبعا الكلام ده سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي الأهلي طلع نفاه طبعا جملة وتفصيلا. شفت الشائعات دي إزاي وتوقيتها كمان؟ لأنه يعني أكيد في مناسبة في اختيار التوقيت يعني. لا خلينا متفقين ان يعني النادي الاهلي والانديه الكبيره مش هتغيب عنها المواضيع دي، مش يعني مش هيبقى الشناوي واخد انذارين ويطلع هو ينفي. بس في ناس صدقت في ناس صدقت. لا ما هو اللي يصدق ده برضو يعني حاجه صعبه جدا. يعني الموضوع بالنسبه للمباراه زي دي ومباراه النهائيه يعني صعب ان الكلام ده يتصدق، ولما يطلع مدير كره وينفي الكلام ده او حتى الناس اللي تابعت المباراه ما فيش حاجه من الكلام ده. ممكن يكون
مش معقول احنا نكون بنضر نفسنا. يعني نادي الاهلي ونادي الزمالك سيبقوا الكبيرين بتوع مصر وافريقيا، ما ينفعش اي حد يقلل من ده او يوصل مثلا ان يبقى فيه خساره لاي لعيب او تشتيت لاي لعيب من الاثنين دول، لان هم في النهايه هم نواه منتخب مصر. لازم الموضوع يبقى فيه عقلانيه شويه، ولازم الناس تاخد الموضوع بشكل ابسط من كده. يعني وانت كمان كابتن مجدي مدير فني وعارف، انت حتى وانت في اي نادي بيجي لك والله يا كابتن مجدي، يجي الاداري بيقول لك كابتن مجدي احنا عندنا اثنين لعيبه بعد كل مباراه لازم يجي صوره من السكور شيت اللي حصل والتقرير للحكم على كل، عشان انا هبقى بلعب النهارده واللعيب عندي مهم، عندي انذارين وانا عندي مباراه مهمه بعدها، طب ما انا ممكن ما جازفش بيه. كل دي اودي له تعليمات خاصه بقى يعني لها 50 حاجه. لا انا في اعتقادي هي صفحه معينه او حد عايز يعمل حد يخش عليه، لان خبر بالظبط ممكن يكون ترافيك، يعني عايز ترافيك على حس الشناوي. بالظبط. لا ما هو احنا بقى الشناوي والنادي الاهلي ده هيعمل يعني حاجه رائعه. طب عايز بقى تتقمص دلوقتي شخصيه جاموندي المدير الفني للوداد، لو انت مكانه في الحاله ديت بعد الخساره ديت ممكن تشتغل ازاي؟ ليه عايز تحطني في الحاله دي؟ يعني مجازا ربنا ما يوريك ما يحطكش في الحاله ديت، لكن هتشتغل معاهم ازاي؟ مباراه طبعا بالنسبه له صعبه جدا، لكن لازم برضو نتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، ولازم المدير الفني يبقى منبه ان مش بعيد النادي الوداد يدخل في الجيم ده، سهل جدا. وشفنا السنه اللي فاتت برشلونه وليفربول، شفنا اللي قبلها باريس سان جيرمان وبرشلونه خسران 3 على ملعبه ويكسب 4، خسران 2 ويكسب 3، يعني كل دي امور وارده جدا في كره القدم، مفيش حد يقدر يامن لها. انت كمدير فني هتلعب على الجزئيه دي، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي نقول للنادي الاهلي خلي بالكوا ده حصل، هو ما كمان ياخدها من ناحيه الايجابيه، ممكن انت قادر ده يعني في حصل كذا كذا يعني. طبعا كابتن هاني مباراه النادي الزمالك والنجم الساحلي باين السنه اللي قبل اللي فاتت مع فيريرا كان كسبان 4 هناك، وهنا اطرد منه لعيب وكسب 3، يعني ده في كره القدم، في عرف كره القدم وارد جدا وكان على ارضك. طبعا وسهل جدا ان انت تبقى في يوم اوف داي بالنسبه لك تلاقي الامور هربت منك. ففرقه الوداد اعتقد ان هو كل المشكله اللي كانت بتواجهه هي مشكله خط الظهر يا كابتن هاني، ورجوع يحيى جبران ده من نص الملعب لخط الظهر، وغياب العناصر الاساسيه اللي بتمثل خط الظهر بالنسبه له، ده كان عامل مؤثر جدا، يمكن حتى هو كان السبب في الهدف اللي جه في الدقيقه 4 من ضغط أفشع عليه. تنظيم فرقة الوداد على فكرة كمان هو نزل الشوط الثاني أو في آخر الشوط الثاني سيرد باك، وكان بيشتغل بشكل كويس، بشكل أفضل طبعا، لأن هو يحيى بعد الجول الماتش هرب منه جدا، وكان طول الماتش مشتت، رغم أن هو وجوده في نص الملعب أفضل بكتير، أو يعني بيدي دفعة كمان لفرقة الوداد بالشكل ده. أعتقد أنه هو هيبتدي يلعب على أخطاء النادي الأهلي، ده اللي يقدر يعمله، لأن برضو فرقة الوداد بالشكل اللي أدوا بيه أيا كانت الحالة اللي كانوا بيأدوا بيها في الماتش الأولاني، حالة النادي الأهلي وأداؤه وتركيزه كانت مخلية الوداد حتى لو في مستوى 10 مرات ما كانش هيقدر يوصل لجول النادي الأهلي نتيجة الأداء والتمركز السليم اللي كان بيأدي بيه النادي الأهلي. فهو اللي ممكن يقدر يلعب عليه الاخطاء اللي ممكن تتولد عند النادي الاهلي، الكرات الثابته برضو بالنسبه للنادي الوداد. النادي الوداد عنده مفارقه غريبه جدا يا كابتن هاني، عنده مشكله في الكرات الثابته الدفاعيه وبيتميز بالكرات الثابته الهجوميه، فدي ممكن تكون احد نقاط اللي ممكن يلعب عليها. كمان حاله بديع اوك واسماعيل حداد في المباراه الاولانيه ما كانتش بالشكل الامثل، الاثنين دول لو اشتغلوا بيعملوا مشكله بالنسبه للباكين، لكن حاله حسين شحات واجاييه في المباراه الاولانيه ورجوعهم ومساعدتهم مع هاني ومعلول كانت مديه ثقه ودفعه كبيره جدا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. بديع اوك ده واسماعيل حداد في المباريات العاديه او في المباريات اللي هي ما فيهاش التزامات بالشكل الكامل بيعلقوا دايما من قدام، فبيبقى بالنسبه لفرقه لاي منافس بالنسبه لهم مشكله كبيره جدا، ان بديع اوك ده عنده سرعات وده برده من اللعيبه اللي من حظ النادي الاهلي لما ضيع كمان ضربه الجزاء خرج بره الجيم خالص. اسماعيل حداد كان ما كانش موفق، وبرده كمان لما عمل التغييره اللي عملها من هنا لهنا بديع اوك راح على علي معلول واسماعيل راح على هاني،
فقدت كمان الاثنين دول كل مميزاتهم، لكن انا بشوف ان هو هيبتدي جيم عادي خالص لحد ما يستنى خطا للنادي الاهلي او كره ثابته يدخل بها الجيم. لو جاب جول الماتش ممكن برضو يتصعب على النادي الاهلي ويبقى فيه حاله من العصبيه لو ما قدرش يسيطر عليها مستر موسيماني واللعيبه وخبراتهم ممكن تعمل مشكله وتدخله جوه الجيم. فالاساس بالنسبه له ان هو هيبتدي جيم عادي، هيقلل من اخطائه، هيشتغل على الثوابت ويشتغل على الاخطاء اللي ممكن يتولدها النادي الاهلي، وممكن من البدايه يبتدي يهاجمك. يمكن حتى برضو هيبقى ضاغط من قدام، الضغط لازم هو ما عندوش حاجه يبكي عليها كابتن هاني. لو ضغط من قدام واستغل اي خطا من لا قدر الله من اي لعيبه من النادي الاهلي وسجل جول هيدخل جوه الجيم ويتدي روح معنويه بالنسبه لهم ويعمل لك مشكله انت في غنى عنها يعني. فالاساس بالنسبه له ان هو هيشتغل جيم عادي، ممكن الزياده بالنسبه له الضغط العالي من على النادي الاهلي، الضغط برده كان بيعمله بشكل عالي هو في المباراه الاولانيه، لكن ضغط بشوفه صوري يعني اللي هو بيضغط لمجرد الضغط مش بيضغط عشان يقطع. لو عمل ده ولا قدر الله حصل اي حاجه مش عايزين ده يحصل، لازم لعيبه النادي الاهلي برده تبقى مركزه. انا خرجت دلوقتي من فكره المدير الفني، انا بتكلم دلوقتي عن الاهلي. لا ما صحيح، لا ما انت اللي بتقوله انت مرتبط بردود افعال كمان النادي الاهلي. ما انت لو اتكلمت وانا بايدك تماما، لو انا في مكان جاموندي موقف صعب جدا، لكن اولا الشكل التحفيز هيبقى مختلف. لا احنا بلغته هو لا انتوا قادرين، وممكن يقول ما زي ما النادي الاهلي بدا بالظبط وجاب جون في اول اربع دقائق، ما انت ممكن ليه انا ما اعملش كده؟ فكل دي اشكال تحفيزيه مع زي ما انت بتقول المواقف، مواقف الفنيه داخل الملعب، الضغط من قدام، رتم ممكن يكسر رتم النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يبدا من تحت، فيقول لك انا اضغط من قدام عشان اكسر الرتم ده. فكل دوت على المردود الثاني طبعا، واكيد موسيماني والناس كلها عارفه. انت بتشوف برضه كابتن هاني وانت شغال، يعني انت اشتغلت برضه حضرتك ومدير فني كبير وعارف ان انت في بتبقى حاطط سيناريو، لكن في احيانا حاجات بتحصل جوه الجيم بتخليك تغير السيناريو بتاعك وتشتغل ببلان تاني، وهو ده اللي ممكن يشتغل عليه. اللي انا بقول لك يستنى خطا، يستنى كره ثابته، اي حاجه تدخله جوه الجيم ومن خلالها يبتدي يغير الشكل ويغير الطريقه ويبتدي يضغط بشكل اكبر كمان على النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن الجول ده يضغطه او يخلي فيه عصبيه في اداء اللعيبه، الجيم يبقى ايكوال، واحنا مش 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 عايزين ده، عايزين الاهلي دايما يبقى متسيد الموقف. الاساس في مباراه الذهاب يا كابتن هاني ان انت ما جاش فيك جول. طول ما انت ما جاش فيك جول انت تقدر بالامكانيات اللي قدام وامكانيات حتى نص الملعب اللي عندك انت تسجل. فالاساس اللي اعتقد اللي هياكد عليه كابتن مستر موسيماني ان هو يحافظ على الكلين شيت بالنسبه له وبالنسبه للشناوي ان ما يجيش فيها جول. طول ما انا المباراه ماشيه كده، لو مش خلص المباراه 0-0 بالنسبه لي انا حققت الهدف والأجمل, والاجمل كمان انك تجيب جول في اول ربع ساعه. دي حاجه طبعا هتفتح يعني الجيم بالنسبه لنا جدا، وهيبقى في هجوم ضاري بالنسبه للوداد تقدر تستغله انت بالمساحات وبالسرعات وبالسرعات اللي تقدر تشتغل عليها، وكل دي تبقى مفاتيح بالنسبه للنادي الاهلي في ان هو ينهي الجيم من البدايه. الاندفاع الهجومي لفريق الوداد ممكن يشكل ضغط على الاهلي في الاياب. الاساس بالنسبه له انا ان انا لازم الطريقه اللي انا بشتغل عليها لازم يبقى فيها ثقه وتحركات من اللعيبه في ان انا ازاي بقدر مع اي ضغط ايا كان عالي او متاخر ان انا بوصل بالكره للاماكن المؤثره بالنسبه للفريق الثاني ايا كان الضغط، مع توزيعه اللعيبه، مع التمرين اللي هم بيتمرنوا عليه في ان هو ازاي يطلع بالكره. واحيانا يعني انا حتى كنت بقول للعيبه انا من المدرسه دي، يعني ان انا بحب العب كوره على الارض يعني. ده شفناه مع حتى مع فريق اسوان. الحمد لله مع اي فريق، لكن في النهايه انا مش سعي في ان انا اعمل تيكي تاكا كابتن هاني، لكن انا عايز اطلع بالكوره عشان اوصل من رجل لرجل عشان اوصل. لكن لو الامور ازمت بالنسبه لي او قفلت انا ليه ما احطش واحده؟ وانا ما عنديش مشكله خالص. انا بالنسبه لي اهم ان انا ما يجيش فيها جول، انا بطلع بالكوره من تحت عشان اقدر اخترق الفرقه الثانيه. لكن لو الطلوع ده هيتسبب في ان انا يجي فيها جول، لا حط الكوره في الاوت، طلع الكوره بره، شيل واحده لقدام. لكن انا اهم حاجه بالنسبه لي في ان انا ما يبقاش فيه اخطاء وانا بحضر، لان اللعيبه كلها بتبقى خارجه من اماكنها، بيبقى فيه ثغرات لو اتقطعت الكوره. الطريقه اللي انت بتتكلم عليها دي ساعات كان حتى كانوا بيقولوا وادي دجله بيلعب كوره حلوه ودايما يبني من تحت. فكان الناس زي ما انت بتقول لو هو نفسه يطلع بالكوره بشكل كويس، لكن لما كان بيتضغط من قدامه تتقطع الكره وكان طبعًا كان طبعًا بيحصل عنده طبعًا مشكله لان بيجي في جون بدري يعني. فيعني هو اصرار تركيز جونياس على الطريقه دي تحت اي ظروف وامام اي نادي خسرته كتير وخلت وادي دجله يعني مهدد او يستغنى عنه في نهايه الراوند الاولاني. انا بقول ان انا حابب الطريقه دي، لكن لو الطريقه دي مش هقدر انفذها او اللعيبه
ما شربتهاش كويس، لا انا لازم اغير الطريق. انت بتشتغل بالطريقه يا كابتن هاني على بالامكانيات اللي عندك، لازم تشتغل على ده. فهو فكره ان انا لو حصل ضغط عالي من فرقه الوداد، وانا بالنسبه لي فرقه الاهلي ما قدرش يطلع بالكره سليمه من تحت ويوصل لمفاتيح اللعب بالنسبه لي من عمرو السوليه، من ديانج، من قفشه، لا انا لازم يبقى في تحرك من الاجناب، من اجايه، من حسين شحات على جنب من الجناب، ونبتدي نلعب كوره طوليه على على الخطوط، بحيث ان احنا ننقل مرحله الخطر من نص ملعبي او من اماكن الخطره بالنسبه لي لنص الملعب الثاني، واقدر اعمل الضغط واستفاد بالكره الثانيه واصدر لهم انا الخطوره دي يعني. وطبعا والكره الثانيه هيدك فيها كمان كان دور مهم جدا، وكان في احصائيه كده ان ياسر ابراهيم الناس شايفه انه كلهم نجوم، لكن انك تكسب الكره الثانيه بنسبه 100% اربعه هيدرز او خمسه واخد منهم الخمسه، ده نقطه مهمه. النقطه الاهم كمان الناس لازم تعرفها ان الريبوند او الكره الثانيه اللي ساقطه دي كان بياخد يا بياخدها سوليه يا حمدي فتحي يا ديانج، وده مهم جدا انك كمان تاخد الجزئيه ديت ونبدا نتحرك بيها يعني. ده وكمان يا كابتن هاني انت بتقول على ان فرقه الوداد كمان مميزه في الكوره دي. صحيح. يعني عندهم الاطوال في الحاله الهجوميه بيقدروا يشتغلوا على الكوره دي كويس قوي، بيشتغلوا كمان على الكوره الثانيه من المهاجم الافريقي وبيشتغلوا من تحتيه الحداد وبديع، كل دي كان مسيطر عليها النادي الاهلي ايا كان ايمن اشرف او ياسر ابراهيم، دي كانت حاجه من عوامل ان انت بتنهي الهجمه من قبل ما تبدا بالنسبه للنادي الوداد. ده صحيح. كابتن مجدي شرفتنا، متشكر جدا. شكرا، كنت سعيد جدا انا معاك والله. شكرا جزيلا. شكرا كابتن، ان شاء الله على اللقاء بقى باذن الله يكون النادي الاهلي حصل على البطوله باذن الله. ان شاء الله نبارك لكم باذن الله. بعد الفاصل نستقبل مع حضراتكم كابتن رمضان السيد في البيت الكبير.